ما تقوم يا دي يا وهدان تعمل لنا كوبايتين شاي. ماليش نفس. اعمل كوبايه واحده يا معفن. طاهر. ايوه يا سيد الناس. عاوزك تبلغ عمي اني كلمت الناس اللي برا وخليه يجهز نفسه العمليه الجديده، وتقول له يحول الفلوس على نفس الحساب اللي حول عليه قبل كده، لانه الشحن حتكون على وصوله ظرف ايام. الله اكبر، هو ده الكلام؟ خلينا بقى نرجع نشتغل زي زمان بدل قعدتنا اللي جايبنا الخساره دي. وعاوزك تتصل على الحكومه وتقول لهم على مكان وزمان العمليه، وتقول لهم انه دياب حيبقى في العمليه كمان، ولما يسالوك عن اسمك تقول لهم فعل خير وتقفل السكه جوا، مفهوم؟ والنعمه الشريفه اني ما فاهم حاجه. كيف؟ يبلغوا عنك وعن بضاعتنا وعن رجالتنا كيف؟ انا اقول لكم، عاوز الحكومه تكبس عليهم متلبسين، واللي بيفلت منيهم احنا هنخلصوا عليه، وكده نكون ضربنا عصفورين بحجر. اول هام نخلص من عمي وعياله ومحدش يزحمنا في الشغل، وتاني هام محدش حيطلب تاره منيني، وتالت هام لازم الحكومه تعرف انه دياب اتقتل في العمليه دي. فاهم حاجه يا مصطفى؟ ايوه طبعا. اتقتل وما اتقتلش، يعني نعمله تمثيليه على الحكومه عشان نقفلوا صفحه دياب ونشتغلوا على نظافه. والله وجات لك على الطبطاب يا طاهر، وبكده تبقى رميت للنقيب محمد علام وولاده عظمه يعضعض فيه، ونفذت وعدك لدياب وثبت حسن نيتك في الناحيتين، ويخللنا الجو اني ودياب ومحدش يقاسمنا في لقمه عيشنا.